السلام عليكم. ديما نحط لكم على المقص هذا اللي نخدم به. ديما يسقسوني على السمك، انا ديما نقول لهم يقص قص 6 7 قنادر، اما السمك قد بالسنتيم قداه مانيش عارفه. انا اليوم عندي كونتيتي شويه كبيره، اضطريت اني نحيله. هذا نورمال موراه هو يدير الحمايه لليد من القدام كي تعودي تقصي، احتياط اذا درتي يدك ولا على القماش. ديما هذا ما يخليش المقص يقيسك. انا نحيته باش قدرت نقص هذا السمك، على بالي راهي دونجي، بس حبيت نوري لكم برك هنا السمك هذا راهو 3 سنتيم وما تقدروش تفوتوا السمك هذا، لانه هذا هكا المقص راهو غرق وسط القماش، وعندكم البياسات هذو عادوا يتحصروا بالقماش، يعني ما تفوتوش اللي تنحي هذه، ما تفوتش 3 سنتيم في السمك. واللي تقدر تستعمل الكبير خلاص تستعمله، انا هذاك ما نستعملوش لانه يحب طابله كبيره ياسر. انا مقيده بالطابله اللي عندي في الحانوت.